مولودية الجزائر يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية عندما أطاح هذه المرة بمولودية وهران. المولودية العاصمية دخلت اللقاء بتشكيلة ناقصة أبرزها الحارس فوزي الشوشي. زملاء بوغاج دخلوا المباراة بقوة وكادوا في أكثر من مناسبة أن يفتتحوا باب التسجيل لولا التسرع. الدقيقة 6 مترف يقوده هجوم من الجهة اليسرى يوزع لجاليد، لكن سنوسي يلمس الكرة بيده. الحكم الزواوي يطلب مواصلة اللعب حتى في اللقطة الثانية عندما عرقل جاليد، لكن المرة الثالثة لم تكن كسابقها عندما لمست كرة بوغاش يد بن طلب. الحكم يعلن ضربة جزاء نفذها بنجاح هداف المولودية مصطفى جاليد. هذا الهدف أقلق زملاء بومشرى الذي كاد أن يعدل النتيجة بعد 4 دقائق عندما رد القائم كرته الرأسية لتتوالى الفرص لكلا الفريقين لكن بدون جدوى. آخر فرصة حقيقية في هذا الشوط كانت هذه الكرة الثابتة من بوغاش، لكن كرته تجانب القائم. ينتهي الشوط الأول بهدف لصفر. الشوط الثاني كان كسابقه من حيث الإطارة والفرص الضائعة من الجانبين رغم التعديلات التي أجراها مدرب الحمراء وسليماني التي لم تأتي بالجديد أمام براعة الحارس جميلي الذي تصدى لعدة كرات. الدقيقة 72 الحكم زواوي يطرد سنوسي بعد تلقيه للبطاقة الصفراء الثانية. هذا الطرد حفز أشبال مناد الذي دفع بعطفان بديلا ليشير، حيث لم تمر 9 دقائق حتى تمكن من تسجيل الهدف الثاني بعد عمل ممتاز بين جاليت وبوغاش. هذا الأخير يقدم كرة لعطفان على المقص لينتهي اللقاء بفوز يبقي مولودية الجزائر تراقب السباق في المقدمة، فيما تتعاقد أمور مولودية وهران المطالبة بالتدارك في الجولات القادمة.